اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده هكلمكم عن مشكله بتؤرق ناس كتير، وهي مشكله السيلوليت او السيلولايت او ظهور الجلد في شكل يعني قشره البرتقال كده او الشكل المتعرج. طبعا المشكله دي اول حاجه هي بتؤرق ناس كتير جدا، تاني حاجه بندور لها طول الوقت على حلول ونمشي ورا الماسك الفلاني والحاجه الفلانيه ونلاقي ان الموضوع زي ما هو وانه مفيش اي تحسن. النهارده هحل لكم الموضوع ده من جذوره علشان هنعالج ثلاث مشاكل رئيسية، ولو قضينا عليهم هيخلص نهائيا موضوع السيلوليت وهتشوفوا الفرق من اول 14 يوم. خليكم معايا لانها هتكون حلقة مهمة جدا. اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول، وما تنسوش تشتركوا على صفحتنا على الفيسبوك لان بنقدم فيها معلومات جديده وبننزل فيها كل الفيديوهات، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. علشان نعرف نحل موضوع السيلوليت لازم نفهم السيلوليت اصلا بيحصل ازاي. بصوا بقى ركزوا معايا بجد لان دي اهم حاجه على اساسها هنحل كل حاجه بعدين. الجسم بيتكون من ايه؟ اول حاجه بيتكون من عضلات، العضلات دي بتبقى موجوده كده وبيبقى فوقيها في طبقه من الدهون، الطبقه من الدهون دي بتبقى متقسمه كده زي الغرف فوق العضلات، وبعدين بيبقى في نسيج فوق الدهون اسمه نسيج الفاشيا او النسيج الضم. النسيج ده عامل زي كده الكيس البلاستيك اللي رابط الدهون تحته، يعني بيبقى نسيج قوي جدا ومسيطر على الدهون فقافل عليها. واخر حاجه طبعا الجلد. ايه اللي بيحصل او السيلوليت بيحصل ازاي؟ اللي بيحصل انك لما بتيجي تاكل اكل غير صحي زي الفاست فود او الحاجات دي، او مثلا لو الواحد زاد في الوزن بشكل كبير قوي، او مثلا لو انت برضو نزلت في الوزن بشكل سريع، او مثلا السيده لو كانت كمان حامل او بعد انقطاع البريود بعد ما بتقف البريود، كل الحاجات دي بتاثر بشكل كبير جدا على الخلايا الدهنيه اللي احنا اتكلمنا عنها. وبدل ما الخلايا الدهنيه كانت ثابته كده في اماكنها متقسمة بتبدأ كده تكبر وتتنفخ وتتملي بالدهون، وده اول ما بيحصل النسيج اللي قلنا رابط عليها اللي هو الفيشيا اللي قافل عليها ده بيبدأ يتفكك ويتفتح، وبالتالي بيبدأ يظهر الجلد في شكل كده دمامل او شكل قشور البرتقال او اللي هو من الاخر فكرة السيلولايت. طيب ركزوا معايا، يبقى انا كده عندي ثلاث مشاكل. اول حاجة زي ما قلنا ان الدهون بتكبر قوي بتتنفخ قوي، تاني حاجة انه النسيج اللي قافل عليها الفيشيا بيبدأ يتفكك، تالت حاجة انه العضلات نفسها بيحصل فيها ضمور وبتقل. دلوقتي انا عايزة احل الثلاث مشاكل دول عشان اقضي على موضوع السيلوليت. طيب نيجي لاول مشكلة، وهي زي ما قلنا انه الخلايا الدهنية بتكبر. دلوقتي انا عايزة ارجع الخلايا الدهنية زي ما كانت في الاول، انا مش عايزة اتخلص منها خالص لان دي حاجة طبعا موجودة في الجسم، انا عايزة بس ارجعها زي الاول. الخلايا الدهنية بيأثر عليها حاجتين مهمين جدا وهما الانسولين والاستروجين، وعلشان كده الحل بتاعهم بيبقى بسيط عبارة عن اربع خطوات. اول حاجة ان انا لازم احاول انزل من وزني، يعني انا لو وزني زايد لازم انزله، ومش عايزة النزول الضار، يعني مش عايزة رجيم كيميائي والدايت اللي هو دايت الحاجات الغريبة اللي بنسمع عنها، لا انا عايزة انزل بشكل صحي. تاني حاجة ان انا اغير عاداتي الغذائية السيئة، لو كنت مثلا بتاخد فاست فود كتير او مثلا بتاكل حلويات كتير، لا لازم تحاول تقنن وتبدأ تغير عاداتك. تالت حاجة ان انتوا تقللوا الكربوهيدرات والسكريات في الاكل بشكل كبير جدا، لانه انتوا لما بتعملوا كده ده بيساعد الخلايا الدهنية على انها تبدأ ترجع تاني ونتخلص من الزيادة بتاعتها. واخر حاجة ان احنا نزود من الاكل الخضار الورقي، مهم جدا زي مثلا الحاجات اللي هي القرنبيط، البروكلي، الفجل، اللفت، الحاجات دي مهمة جدا جدا وبتأثر على هرمون الاستروجين وبالتالي بتقلل الخلايا الدهنية. يبقى لو عملتوا الاربع خطوات دول يبقى احنا عالجنا اول مشكلة، وهي مشكلة الزيادة اللي بتحصل في الخلايا الدهنية. تاني حاجة مهمة جدا ويا رب تكونوا لسه مركزين معايا، وهو اللي قلنا النسيج المتفكك او النسيج اللي هو لما اتضخمت الدهون ابتدى يتفكك. دلوقتي انا عايزة ارجعه تاني يقفل على الدهون. طيب
النسيج ده او الفيشيا بيأثر عليه حاجة مهمة جدا، وهي هرمون النمو او الجروس هرمون. وطبعا هرمون النمو ده بيبقى عكس الهرمون اللي بيأثر في الشيخوخة او هرمون الشيخوخة. طيب ازاي دلوقتي انا ازود هرمون النمو عشان اخلي النسيج يقفل تاني ويبقى قوي جدا تاني؟ ببساطة هما بالظبط 3 خطوات. اول حاجة لازم تعملوها رياضة، رياضة ثم رياضة ثم رياضة. الرياضة مهمة جدا، وخاصة رياضة للأجزاء اللي حاصل فيها الترهل، مثلا زي الأرداف لو عندك في الدراع فوق، هتعملي رياضة وتحاولي تركزي على الموضوع ده، لأن الرياضة بتفرق جدا وبتزود هرمون النمو. تاني حاجة مهمة جدا، وهو ان احنا نكتر من اكل البروتين، وخاصة طبعا من اشهر البروتينات الموجودة البيض وصفار البيض، دي كلها حاجات مهمة جدا وبروتينات الجسم بيستفاد منها بشكل كبير. تالت حاجة وهو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده اشهر حاجة او من اقوى الحاجات اللي بتأثر بشكل مباشر جدا على هرمون النمو وبتزوده وبتخلي النسيج كده يقفل بسرعة. الصيام المتقطع ده فكرته بسيطة جدا، واتكلمت عنها في فيديو قبل كده، اللي ما شافوش يقدر يشوفه من اللينك اللي هيظهر فوق. عبارة عن انك بتاكل في 8 ساعات كل الوجبات بتاعتك، وهتصوم باقي اليوم اللي هم 16 ساعة الباقيين. طيب يا دكتور انا في 16 ساعة الباقيين دول هعمل ايه؟ هل مثلا ان انا مش هاكل خالص او مش هشرب خالص؟ فعلا في 16 ساعة دول انت مش هتاكل خالص، بس ممكن تشرب مشروبات، بس المشروبات اللي هي من غير سكر، او لو انت نفسك قوي ممكن تحط سكر دايت. تمام، يبقى 8 ساعات هتاكل كل الوجبات بتاعتك، وال 16 ساعة الباقيين هتقضيهم صيام. ده من اكتر الحاجات اللي بتحفز بشكل مباشر هرمون النمو. ولو عملنا الحاجات دي يبقى كده حلينا تاني مشكلة بتحصل، وهي تفكك النسيج ده. هنقدر نرجعه تاني ان هو يلتئم ويبقى قوي ويقفل على الخلايا الدهنية. طيب كده حلينا اول مشكلتين، نيجي لتالت مشكلة، وهي مشكلة ضمور العضلات. ضمور العضلات دي طبعا من اخطر واصعب المشاكل اللي بتواجه الواحد، وخاصة دي بتحصل بعد انقطاع البريود، او مثلا لو في عوامل ضغط وتوتر وقلق. اول ما بيحصل الحاجات دي كلها بتبدأ الغدة الكظرية تفرز لي هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، والهرمون ده اصلا مسؤول على ان هو يدمر بقى في العضلات ويدمر فيها، ومش بس كده، ان هو حتى بيمنع انسجة العضلات الجديدة انها تطلع، بيفضل يدمر طول الوقت في العضلات. طيب يبقى انا دلوقتي هرمون الكورتيزول عندي ابتدى يطلع، انا عايزة اسيطر عليه واقلله. هعمل كده في 4 خطوات بسيطة جدا. اول حاجة ان انا احاول اقلل التوتر والضغط النفسي وابعد عنهم قدر الامكان، لان زي ما قلنا التوتر والضغط والحاجات دي بتزود من افراز هرمون الكورتيزول اللي مسؤول على هدم العضلات وضمورها، فعشان كده حاولوا تقللوا الضغط والتوتر قدر الامكان. تاني حاجة مهمة جدا، لازم تناموا عدد ساعات نوم كافية، واللي احنا بنقول مثلا يفضل يكون 8 ساعات اقل شيء. النوم الكتير او النوم بشكل معتدل او النوم بشكل كويس ده بيأثر جدا على انه يقلل لي من هرمون الكورتيزول. تالت حاجة مهمة جدا بقى، وهي ان انتوا لازم تمشوا. ممارسة المشي من الحاجات الجميلة قوي اللي بتساعد انها تقلل الهرمون ده، وخاصة مثلا لو تقدروا تمشوا كل يوم من نص ساعة مثلا او ساعة الا ربع، دي حاجة كويسة جدا هتقلل من الهرمون ده، وفي نفس الوقت هتديكوا انتوا كده هدوء وتبعدكوا عن اي توتر او اي ضغط. رابع حاجة واهم حاجة، ان احنا لازم نتعرض لفيتامين دي، لان فيتامين دي ده بيقلل الكورتيزول، وده بيحصل عن طريق ان احنا ناخده من الشمس مباشرة. احنا مش عايزين اي ادوية، احنا هناخده من الشمس مباشرة. طيب يا دكتورة انت بتقولي كده انت عايزة تحرقي وشي ولا ايه؟ لا، تتعرضوا للشمس من الساعة 8:30 للساعة 11:30، لانه في الوقت ده تبقى اشعة الشمس كويسة جدا، في نفس الوقت احنا بنقدر ناخد منها الفيتامين دي اللي احنا عايزينه من غير حروق او اي التهابات او اي كلام ده. وطبعا يعني مع الوقت ومع كل يوم هتلاقوا فيه فرق رهيب جدا عن الاول. يبقى كده عالجنا السلوليت من خلال 3 حاجات رئيسية. اول حاجة ان احنا قللنا نسبة الخلايا الدهنية وعرفنا الخطوات ازاي. تاني حاجة طبعا ظبطنا حكاية النسيج المتفكك دي ورجعناه يبقى قوي تاني علشان يقفل على الدهون كويس. وتالت حاجة مهمة جدا ان احنا زودنا قوة العضلة ورجعنا العضلات تبقى قوية من تاني. لو عملتوا حاجات الفيديو اللي
اتكلمنا عنها النهارده. اوعدكم ان مشكله السليل دي هتتحل في وقت قليل جدا، هتشوفوا تحسن رهيب. طبعا لازم نلتزم بالحاجات دي، ويعني اهم حاجه تكونوا فاهمين، لانه في ناس كتير طبعا بتطرح حلول السليل واحنا اصلا مش عارفين المشكله فين. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده واقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك سبسكرايب شير الفيديو في كل حته، وسيبوا لي كل اسئلتكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.